محاولة اغتيال فاشلة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أحداث متسارعة ولكنها تعكس الكثير عن الأوضاع في السودان الشقيق. فبعد شهور قليلة من ترسيم الخبير الاقتصادي رئيسا للوزراء في أغسطس من العام 2019، جاءت تصريحاته كاشفة للوضع الاقتصادي وما آلت إليه الأمور في عهد سابقه عمر البشير. يشير البعض إلى أن التطبيع السوداني الإسرائيلي ولقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على أنه قد يكون بداية مرحلة جديدة لسودان ما بعد البشير. ورغم إعلان مجلس الوزراء أنه لم يكن على اطلاع ولم يبلغ باللقاء، والذي يربطه البعض بالموقف السوداني الأخير وعدم التضامن مع الملف المصري لضمان الحقوق التاريخية في ماء النيل، إلا أن البعض ما زال يرى في العلاقة بينهما القط والفار إن صح التعبير. لم تكن محاولة اغتيال حمدوك هي الأولى في الاضطرابات السودانية، سبقها ما وصف وقتها بتمرد عناصر من المخابرات السودانية مطلع العام 2020، والتي قبلت على إثرها استقالة رئيس المخابرات العامة وقتها أبو بكر دبلاب. هل تشهد السودان موجة جديدة من القلاقل أم تنجح سياسات حمدوك في احتواء الموقف في ظل سعيه لزيارة الأماكن المعزولة مثل ولاية جنوب كردفان وكودة وغيرها ليبدأ في بناء الوطن؟ هذا ما تجيب عنه الأيام المقبلة. لصوت مصر أعده وقدمه رضا شويخي.